التشكيله اللي تكلم الاهلي 4 4 2، التشكيله هنتكلم عليها بعد قليل. هروح الملف في الكرات الارضيه، الرقم الاعلى 109 او 110، في رقم هنا ورقم هنا بين 109 و110 ككرات عرضيه بالنسبه للهلال، هو الاعلى في الدوري. لكن الناتج 3 اهداف من كرات عرضيه. يعني انت معناتها ما هو الحل في الكرات العرضيه؟ الهلال ما هو متعود على هالاسلوب. انت لابد انك انت تشوف الاسلوب المناسب زي هذه تشكيله الهلال الان. يستمر بال 4 4 2 وبعدين اروح الكرات الارضيه. انا اعتقد ان ال 4 4 2 غير مناسبه للهلال في ظل العناصر الموجوده. انت في رجوع جهازيه بيريرا، في جهازيه سلمان، كاريلو، سالم، انت بيصير عندك في حالات امامك يا احمد زي هذا، دائما يعتمد على العرضيات، والعرضيات احيانا ما يكون دائما الخصم بيكون بشكل خاصه بيعاني الهلال في مع العرضيات في شكل الفريق المنظم، زي ما شفنا مع الباطن كان يعرف اسلوب الهلال على العرضيات، ينتظر الهلال على العرضيات، لكن الهلال دائما تعودنا انه يستحوذ على الملعب، يغير اسلوبه في اللعب، يدخل مع العمق، هذا تغير في الهلال مع جارديم.